السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. ان شاء الله تكونوا مزيانين بصحة جيدة وحوالكم طيبة. غنبداو ان شاء الله فيديوهات شهر ديسمبر. واخا يعني بديتهم شوية معطلين ولكن ماشي مشكل. غنبدا معاكم بهذا الفيديو بالمشتريات اللي خديتهم، مشتريات ديال المطبخ طبعا، اللي خديتهم من واحد المحل الشرقي. حقيقة مؤخرا بديت كنتبع بزاف ديال القنوات ديال الطبخ الشرقي، وتشهيت نجرب شي وصفات منهم، الكبة والورق العنب الى اخره. المهم قلت غنقلب على واحد المحل شرقي حدايا، وهاد الاسبوع في عطمة نمشي نتسخر، يعني السخرة العادية غنمشي نتسخر من تما، خصوصا انه يعني ما خصني شي حاجة كتيرة في السخرة العادية. فمشيت لواحد المحل في الحقيقه ماشي حدايا، طبعا انا ما حدايا حتى شي حاجه، ساكنه في واحد العروبيه ما في يعني فيها غير داكشي الاساسي جدا. المهم تقريبا واحد ساعه الا ربع ديال الطريق واحد المحل شرقي، كنظن هما سوريين هاد الناس اللي كيبيعوا فيه. المهم غنشارك معكم شنو خديت. خديت البرغل اللي هو هذا، البرغول ديال الكبه ان شاء الله نحاول انني كنت حقيقه ذقتها شحال هادي ولذيذه بزاف زوينه، عمري ما زعمت انني نجربها. فخديت كيلو ديال البرغول ديال الكبه وكيلو ديال البرغول ديال هذيك الشلاضه ديالهم تبوله. خديت ايضا هاد الرز اللي كيعملوا به ورق العنب، كنظن سميتو الارز المصري. المهم واحد مكتوب فيه أرز المصري، واحد مكتوب فيه غير الاسم ديال الروز. خديت جوج باكيات ديال هاد العجينة ديال التمر، في الحقيقة الثمن ديالها مناسب، يعني مناسب بزاف، واصلا ما كنلقاهاش. فملي لقيتها هكذا يعني العجينة ديال التمر رطبة وبثمن مناسب، خديت منها جوج. ايضا اول مرة غنشري هاد الجبن ديال الحلوم والعكاوي، كنسمعهم بزاف كيستعملوه في الحلويات العربية الكنافة، فقلت غادي نجربوه واخا هو شوية كان غالي. خديت ايضا هاد العجينة ديال الكنافة. بالنسبة للثمن هذاك الجبن ديال العكاوي كنظن وقيلا 6 ديال الاورو، لهاديك وقيلا 400 ديال الجرام، فهو كان غالي، ولكن قلت مادام مشيت غادي نجربو نشوف الطعم ديالو. خديت ورق العنب اللي هو داك كما كتشوفوا مغبر. المهم انا لقيت بزاف ديال الانواع ديال هاد ورق العنب، خديت المهم اللي بان لي فيه كميه كثيره. انا في الحقيقه من عشاق ديال ورق العنب، كيعجبني بزاف بزاف، ماشي اللي ديال اللحم، غير اللي فيه الروز والخضره، وكنشري هكذاك واجد. وتقريبا باكيه صغيره فيها شي 6 ديال الحبات كنشريها بفايته 3 ديال الاورو، فصاوبتو وجا احسن من ديال اللي كنشريه. غنشارك معكم ان شاء الله ورق العنب في الفيديو ديال غدا ان شاء الله او بعد غدا. ايضا خديت الطحيني وهذاك الزعتر. خديت في الحقيقة أنا ما كنشريش الدهن النباتي، ولكن أول مرة غنلقاه بحال هكذا كنلقى غير الحيواني، قلت ربما هما كيستعملوه لأن المذاق ديالو شوية مختلف، قلت غنجربو يعني ما فيها باس. خديت أيضا هذاك السماق اللي هو بهار شوية حامض، وهذا المحلب كيصاوبوه في الحلوى ديال حلوى ديال التمر ديالهم. وخديت النعناع يابس وايضا الريحان يابس، كيستعملوه بزاف كيتبلو به الماكله ديالهم. وهذا هذا سبع بهار، دائما كنسمعهم كيستعملوا سبع بهارات في الماكله ديالهم. المهم انا خديت هادشي اللي كنت كيف ما قلت لكم كنت كنتفرج بزاف القنوات، كنسمع هذاك الشيء كيتعاود، يعني البهارات اللي كيتعاودوا بزاف عاود خديتهم. شنو اخر خديت؟ خديت هذاك العصير ديال العنب اللي هو دبس الرمان، هو هذا ماشي ديال العنب، ديال الرمان خديت هو هذا. الحقيقه ما عرفتش اين ماركه ناخذ، كاينين بزاف منهم، ما عرفتش اين وحده اللي مزيانه، خديت غير على الله. خديت ايضا الماء ديال الورد اللي هو هذا كتشوفوا هنايا. صافي غادي نجمع هادشي، غنصاوبو في القراعي ديال الزاج، وغنصاوب معكم
واحد المعجنات شرقية بواحد الحشوة يعني مختلفة تماما اللي احنا متعودين عليها احنا المغاربة. هذا هو السماق اللي غير وريته لكم هكذا من قريب. غنصاوبو واحد الشوربة ديال اليقطين اللي كتجي زوينة بزاف. وكيف ما قلت لكم هذوك جوج ديال انواع ديال المعجنات بحشوة شرقية. غنبدا ان شاء الله بتحضير العجينه ديال هاد المعجنات هادو. طبعا كيف ما قلت لكم انا هاد الوصفه هادي ماشي ديالي، خديتها غير من اليوتيوب. وغنخلي لكم طبعا ان شاء الله الرابط ديال الوصفه ديال الشخص او الشيف اللي صاوب هاد الوصفه هادي، راه معروف بزاف. المهم غنخلي لكم الرابط ديال الفيديو ديالو في صندوق الوصف. عندي هنا تقريبا واحد نصف كيلو زيت، شويه ديال الطحين الابيض، زدت عليه معلقه صغيره ديال الملح ناقصه شويه، معلقه ديال السكر، وثلاثة أو أربعة ديال المعالق كبار ديال الزيت ديال الزيتون. وغنضيف معلقة كبيرة عامرة أو معلقة وشوية ديال الخميرة ديال الخبز. من بعد أنا غادي نضيف شوية ديال الماء على هاد الخميرة هادي، ما كنبغيش نخلطها يعني هكذا يابسة في الطحين. شي بعض المرات ما كتبغيش تذوب أو كتاخد وقت طويل باش تذوب، يعني ملي ما كندوبهاش في الأول. فغناخد واحد شوية ديال الماء دافي، تقريبا واحد ثلاثة ديال المعالق كبار، غندوب بهم هاديك الخميرة. ومن بعد غنبدا نخلط الخميره والزيت مع الطحين فحال هكذا، بحال اللي كنبسبسوا هذيك الكميه ديال الطحين. بالنسبه لنا حنا المغربيات او المغاربه عموما، كان دائما كنبغيو نخلطوا الفينو مع الدقيق الابيض. هو في الحقيقه يعني المذاق مختلف، ولكن ملي استعملت هذه العجينه ديال الطحين فقط، العجينه كتجي رطبه بزاف بزاف، خصوصا انا غندهنوها بالزيت قبل ما تدخل الفران. صافي غادي نزيد عليها الماء دافي وغنخليها تعجن تقريبا واحد 7 ديال الدقائق في الماكينه، حتى كنحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون يعني رطبه وما كتلصقش، يعني مش هذيك العجينه اللي كتكون رطبه فحال الكورس ولا فحال العجينه ديال البيتزا. صافي غنرش شويه ديال الطحين فوق فوق الطابله ديال سطح العمل، وغادي نعجن هاد العجينه هادي بيدي. غنكملها هكذا، ندلكها واحد الدلكه اخيره ولا ماشي حتى ندلكها، غير نجمعها هكذا على شكل كره. وغندهنها بشويه ديال الزيت وغنردها في هذاك البول باش تخمر تقريبا واحد 45 دقيقه، غترتاح مزيان وتخمر وغيضاعف الحجم ديالها.
بالنسبه للحشوه اللي غادي نعمر بها نصف الكميه ديال هذه العجينه، هذه غتكون بالصبانخ. فعندي كميه ديال الصبانخ طريين، انا في الحقيقه شريت تقريبا 1 الكيلو، وعملته هنا في الماء بارد وخليته حتى يعني باش يهبط منه هذاك التراب كله، وغنخليه. المهم هذاك الشخص اللي صوب هذا الفيديو قال لك قبل ما تطيبوا السبانخ او اي نوع من هو في الحقيقه ما استعملش السبانخ، استعمل البقله في هذه الوصفه هذه، قال لك عملهم في الماء بارد كيرجعوا يعني طريين ما كيبقاوش لاويين. المهم انا خليتهم في الماء بارد غير باش يهبط منهم هذاك الوسخ ويتنقاو مزيان. هنايا غنبدا نصاوب هذيك الشوربه ديال القرع. هاد القرع هذا انا كان عندي القرع ديال الكسكسو، كانت عندي تقريبا 1 2 حبات من شحال هادي، وصافي قلت اليوم غير نستعمل وحده، ما استعملتش طبعا كامله، خديت غير الربع. وايضا 2 حبات ديال خيزو والبصله. طبعا هنايا خديت معلقه كبيره ديال الزبده وشويه ديال الزيت، غادي نحمر فيهم شويه ديال البصله، بصلة كبيرة يعني قطعتها هكذا طريفات كبار. احنا غنطحنوا هاد الشوربة هادي، يعني واخا يكونوا القطع ماشي هما هادوك يعني نفس الحجم. من بعد غنضيف عليهم القطع ديال الخيزو، غنخليهم يتحمروا هكذا كل يتسوطاو. من بعد غادي نبدا نشف هاد السبانخ. هاد الكميه اللي عملت انا ديال الحشوه راها كبيره بزاف، ما غتحتاجوش هادشي كلشي، يعني في حال بغيتو توجدوا هاد الوصفه هادي الا الا بغيتو تطلبوا طبعا كميات كثيره. في الحقيقه هما جاوا في الاول، انا جاوني شويه حامضين، ولكن ملي كيبردوا ما كيبقاوش سخونين، بحال الا ديك الحموضه بحال الا كتختفي واحد شويه، كيجيو زوينين. يعني الا بغيتو تجربوهم غير جربوهم بهذه الطريقه هذه، يعني تكالوا كاملين، وحتى واحد ما قال لا راه حامضين ولا ماشي زوينين، كلشي يعجبوه. صافي. من بعد ما تقلات البصله والخيزو او الجزر، غنضيف القرعه وغادي نقلب القرعه. انا كانت عندي في المجمد، لان كيف ما قلت لكم، عرفت اش قلت لكم، انا كانت عندي هذه القرعه هذه يعني شحال هذه، وقطعتها وخليت واحد شويه، طبعا ما غنستعملهاش كامله. جبت واحد تقريبا واحد الربع ديالها، قطعته هكذا طريفات. من بعد ما تقلى واحد شويه، غادي نزيد عليه الماء الكافي. طبعا غادي نزيدو شويه ديال الملحه، الابزار، شويه ديال القرفه، وشويه ديال السكينجبير، وايضا شويه ديال الخرقوم من اجل اللون. وصافي. من بعد ما ضفت الماء، غنخلي نغطي على هاد الطنجره هادي، ونخلي حتى يطيب هذيك القرعه والخضره كامله تطيب، عاد غادي نطحنوها ان شاء الله. غنرجعوا للحشوه ديال المعجنات. عندي هنايا واحد البصله كبيره او 2 بصلات متوسطين مقطعين طريفات صغيرين، تقريبا واحد 2 مطيشات كبارين، غنقطعهم هكذا شرائح بلا ما نقشروهم، غنحيدو لهم غير هذيك البلاصه الخضراء اللي كتكون الفوق، ومن بعد غنقطعهم طريفات صغيرين بالقشره ديالهم. نرجعوا هنا باش نكملوا الحشوه. عندي هنا هذيك البصله او 2 بصلات صغار متوسطين اللي قطعتهم، غنضيف لهم شويه الملحه والابزار، تقريبا معلقه عامره ديال السماق، وغادي هنايا غنضيف شويه ديال الابزار اللي مطحون، وغادي نبقى هكذا نمعسهم بيدي مزيان مزيان حتى هذيك البصله يعني تبدا تذوب، لان هذه الحشوه هذه ما غاديش نطيبوها. الحقيقه بقيله من الحموضه ديال هذاك السماق، الحموضه ديال الحامض اللي غادي نزيدو. الخضره فحال الا كتبدا تذوب غير بوحدها،
هنايا ضفت تقريبا واحد 3 ديال المعالق كبار ديال الحامض، وغادي نضيف ايضا زيت الزيتون تقريبا واحد 2 معالق كبار ولا 3، المهم بغيتو تزيدو زيدو، بغيتو تقللو قللو. كيف ما قلت لكم هذه الكميه هذه اللي حضرت جاتني كثيره بزاف، استعملت تقريبا نص ديالها ما كاملش. من بعد غادي نضيف مطيشه اللي هما 2 حبات كبار قطعتهم طريفات صغيورين، ومن بعد غادي نبدا نضيف في السبانخ غنبدا نزيد بشويه بشويه، وانا كنحرك هكذا بيدي فحال الا كيدوب هذوك السبانخ كيتهرسوا وكيرجعوا يعني صغيورين بهذيك الحموضه كيف حال الا كيدبلوا. وهكذا غتكون الحشوه وجدات. هي هذه الحشوه كيف ما قلت لكم هو استعمل هذيك النبته ديال البقله، كنظن هي الرجله ديالنا في المغرب. صافي غادي نحط الحشوه جانبا وغنمشي للعجينه، غنرش شويه ديال الطحين، غنقسم العجينه على 2، غنوجد واحد الصينيه غنفرش لها بابي سلفيغيزي او ورق ديال الزبده، وغنقسم العجينه على 2، النص غادي نحشيه نعمرو بهذيك الحشوه اللي حضرت، والنص غنصاوب فيه شويه ديال الجبن ديال الموتزاريلا مع الادام مع واحد البيضه. المهم انا غنوريكم الحشوه ديال الجبن فيما بعد. غنطلق العجينه تكون تقريبا السمك ديالها سنتيم ناقص واحد شويه. الا بغيتو تصاوبوا هاد الفطائر هادو كبار صاوبوهم كبار، بغيتو تصاوبوهم صغار صاوبوهم صغار، انا صاوبتهم غير صغيورين. والحقيقه لغد ليه وخا ما صورتش لغد ليه صاوبت نفس العجينه وصاوبتها معمره بالكفته وصاوبتهم كبارين وتكالوا جاو غزالين. يعني هاد العجينه هادي غير اعتمدوها بالنسبه للفطائر الا ما عندكمش عجينه يعني واثقين منها. صافي غنقطع غنستعمل كاس القهوه هو اللي لقيته هدايا، الا عندكم قطاعات ديال الحديد يكون احسن. غنقطع العجينه هكذا غنستمر بنفس الطريقه، وطبعا العجينه اللي بقات غنجمعها ونعاود نطلقها ونعاود نقطعها دوائر ماشي بحال دائما بحال اللي كنعملو مع جميع الانواع ديال المعجنات. صافي من بعد ما طلقت العجينه غناخذ شويه ديال هنايا. في الحقيقه هذه الكميه اللي بقات لي لانني ملي كنت بديت كنعمر هذيك الدفعه الاولى واحد الشخص جا يعني شي واحد جا وفتحت له الباب، وواحد هذوك اللي كيجيو كيديروا الكونترول ديال الدار كيشوفوا الدار يعني. المهم فما كنت ما بقيتش كنصور واخا يعني كملت الحشوه، ولكن هنايا غنوريكم يعني الدفعه الثانيه ديال المعجن. بالنسبه للطريقه ديال اللف هي هذه، او ملي كنلصقوا العجينه كنصاوبوها على شكل مثلث، كنقرصوا الوسط ديال العجينه ومن بعد كنجمعوا النص الثاني بهذه الطريقه. هذه راه يعني الطريقه باينه من الفيديو. ومن بعد ما كنحط هاد المثلثات هادو في وسط الطاوه ضروري ما نعاودو نقرصوهم مزيان مزيان حتى كتلصق العجينه. نحاولوا اننا ما نكثروش السوائل في وسط، انني انا عملت هاد المعجنات هادو صغيورين، نحاولوا اننا ما نكثروش السوائل في العجينه لانه الا تقاست بالماء ما غاتبغيش تلصق لنا. صافي غنكمل بنفس الطريقه. بالنسبه للفران سخنته على درجه حراره 180، خليته حتى سخن مزيان مزيان.
كيف ما قلت لكم هنايا، من بعد ما كنحط المعجنات في الصينيه كنعاود نقرصهم مزيان مزيان باش ما يتحلوش في الفران. ومن بعد غادي ناخد شويه ديال زيت الزيتون، يعني ضروري هذه الخطوه هذه كتعطي العجينه واحد الطراوه الحقيقه كيجاو، يعني كنظن وقيلا هذه هي احسن عجينه جربتها ديال المعجنات، واخا يعني هي سهله وبسيطه ما فيها لا ياغورت طبيعي لا زبده لا حتى حاجه، ولكن لاننا كندهنهم هكذا من الفوق بالزيت واصلا ما فيهمش الفينو، الفينو كيشرب الماء بزاف وخاصو دليك بزاف، كنظن عليها جو رطبين. المهم غندهنهم هكذا بالزيت ديال الزيتون وغادي ندخلهم للفران يتحمروا، غادي يطيبوا على المهل طبعا 180، انني عاده المعجنات كنشعلهم الفران يكون سخون بزاف، المهم بالنسبه لي انا هذا يعني درجه متوسطه بحال الكيكه، وكنخليهم حتى كيطيبوا على خاطرهم وكيتحمروا كياخذوا تقريبا 21 دقيقه. المهم ما نخليهمش بزاف عاوتاني في الفران 40 دقيقه باش ما ينشفوش ويقصحوا. بالنسبه الكميه الثانيه ديال العجينه اللي كنت خليت في الاول غنطلقى حتى هي بهذه الطريقه هذه، نحاول نتاكد انها ما لصقاش في الطابله، وغنقطع الدوائر يكونوا كبار شويه من الاولين لان هذوك الاولين صوبتهم صغيرين، خديت غير الغطاء ديال القرعه ديال الزاج اللي عندي وغنقطع بحال هذه الطريقه هذه. بالنسبه للحشوه عملت شويه ديال الجبن ديال جبن كريمي وشويه ديال الموتزاريلا وكنظن شويه ديال الايدام وواحد الحبه ديال البيض، قلت لكم في الاول الموتزاريلا والايدام فقط. المهم الحشوه راه كتبقى على حسب الرغبه، اي جبن عندكم في الثلاجه استعملوه، ممكن تستعملوا جبن كريمي مع شويه ديال الموتزاريلا او الجبن الاحمر مع شويه ديال الجبن الكريمي، كنزيد لهم بيضه غير باش كيتجمعوا هكذا كيوليو فحال العقده. الا بغيتوا تزيدوا شويه ديال الملحه والابزار ممكن تزيدوهم. غناخد هذيك الدائره ديال العجين وغادي نجمع لها الاطراف ديالها فحال هكذا، غنقرصهم باش يتجمعوا كيولي فحال واحد الطبيصيل فين نحط الحشوه. كتروا او قللوا من الحشوه على حسب الرغبه ديالكم. ومن حطيت واحد قطعه ديال العجين اللي صوبت حدايا غير باش ما يجينيش وحده كبيره وحده صغيره، يعني نبقى نشوف الحجم اللي صوبت اول وحده باش يجيوني فحال فحال ما يجيش شي كتير وشي صغير، يعني شي صغير وشي كبير. نحاول نقسم هذيك العمارة او الحشوة اللي وجدت على حسب القطع ديال العجينة اللي عندي. طبعا هنا ممكن نعملو صوص طوماطي الا بغيتو شوية ديال جبنة الموتزاريلا، المهم اللي بغيتو. هذه كتبقى غير اقتراح، كنظن الشرقيين كيعمرو فحال هكذا وحتى الناس ديال اوروبا الشرقية تاهما كيعملو فطائر فحال هذا الشكل هذا بالحشوة ديال الجبن والبيض. غنحطهم في الصينيه اللي عملت لها ورق الطبخ او ورق الزبده، غندهنهم حتى هما بالزيت ضروري قبل ما ندخلهم للفران، وغنرجع للشوربه ديالي غنكملها. بالنسبه للخضره راها طابت، غادي نطحنها بهذاك الميكسور ديال اليد وغادي نزيد لها شويه ديال الكريمه، الكريمه ديال الخفق اللي ويبين كريم اللي طبعا ما فيهاش السكر او هيفي كريم، الكريمه اللي ديال الطبخ. المهم هي تكون من نوع جيد، يعني نحاولوا نستعملوا شي حاجه تكون من اصل حيواني، ما نستعملوش الحاجه اللي فيها المارغرين بزاف. صافي هادو هما الفطائر من بعد ما خرجوا من الفران، فرشت لهم واحد الطبقه ديال الخس وغادي نحطهم هكذا
كيف ما قلت لكم ملي خرجوا من الفران كانوا سخونين، ذقت وحده جاتني شويه حامضه، من بعد ما برد واحد شويه سبحان الله فحال الا ديك الحموضه ما كتبقاش بزاف، فحال الا كتولي فحال الا كتبرد يعني كتولي عاديه. في الحقيقه حشوه لذيذه بزاف، جربوا هذه الوصفه هذه ان شاء الله غادي تعجبكم، اكيد حاجه مبدله من الوصفات اللي كنستعملو حنا دائما. دائما حنا كنستعملو الخضره مصوطيه اولا كنستعملو الكفته اولا الدجاج، المهم استعملوا هذا جربوا هذه الوصفه هذه، متاكده ان شاء الله في الاول غادي يجيكم شويه مبدله ولكن ما فيها بس مره نجربوا شي حاجه جديده. بالنسبه للفطائر ديال الجبن من بعد ما خرجوا من الفران هذا هو الشكل ديالهم، غنضيفهم حتى هما في الطبق حدا المعجنات الاولين اللي صاوبتهم. الحقيقه انا في الاول كنت خايفه لما يعجبوش هذوك المعجنات اللي صاوبتهم بالسبانخ ما يعجبوش ما يعجبوهمش وما يلقاو ما ياكلو، فعملت هادو ديال الجبن، ولكن في الحقيقه تكالوا كاملين لا ديال الجبن ولا ديال السبانخ، عجبوهم بزاف بزاف. هنا ما بقى لي غير نزيد الكريمه الشوربه ديالي ونخليها تسخن. طبعا الشوربه ما خصهاش تكون يعني هكذا كتغلي ونزيدوا لها الكريمه، تقدر يعني هكذا كتكتل لنا، نخليوها غير سخونه ونزيدوا لها هذيك الكريمه شويه ونحركو وصافي. غنقدم العشاء ديالنا اللي ما بين عشاء شرقي وعشاء عادي. بالنسبه للمعجنات بالحشوه ديال السبانخ اللي هما يعني مصاوبين بالطريقه الشرقيه كيف ما قلت لكم الوصفه اللي خديتها غنخليها في صندوق الوصف ان شاء الله. بالنسبه للوصفه ديال السبانخ المعجنات بالسبانخ، كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وكنتمنى تكونوا استفدتوا منه، وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم. السلام عليكم.